اليوم في الحلقة ديالنا بغينا نتعرفوا على الحاجيات ديال الجسم الرياضيين من هاد المواد هذه، البوتاسيوم، صوديوم، الماء، الأملاح المعدنية بصفة عامة. ولكن قبل ما نمشيو للحاجيات ديال هاد الرياضيين هادو، نبغي نعرف الناس العاديين اللي ما كيمارسوش الرياضة بهذيك لا فريكونس، شنو ما حاجيات الجسم ديالهم؟ واش نفسها الانسان كيحتاج جوج الحوايج، وغعاودتها وغنعاودها لان جد مهمه. التغذيه ديالنا كتكون بجوج الحوايج، لي ماكرونيتريمون، الاغذيه الكبرى، ولي ميكرونيتريمون. لي ماكرونيتريمون هما البروتينات والدهنيات والسكريات، ثلاثه الحوايج بسيطه شي ما نقوش. البروتينات من اجل بناء العضلات، الدهنيات والسكريات من اجل الطاقه. دابا هادشي كاع اللي كناكلو، تصور معايا اي حاجه كتاكلها في النهار، البروتينات من اجل اعاده بناء العضلات والانسجه وهاد الروابط، الدهنيات والسكريات من اجل الطاقه. نعم، هادو لي ماكرونيتريمون، هذا صنف. غنجيو لي ميكرونيتريمون، انا كنشوفهم في التلفاز لي ميكرونيتريمون، فيهم الاملاح المعدنيه كما قلتي لاله، وفيهم الفيتامينات ولي بروفيتامين ولي زونزيم. هنا قلنا لي ماكرو، نرجعوا لي ميكرو. لي ميكرو فيهم الاملاح المعدنيه. اليوم غنهضروا في الاملاح المعدنيه، ممكن نديروا حلقه ان شاء الله على لي فيتامين ابري، ماشي اليوم ما نهضرش في لي فيتامين، نهضر على الاملاح المعدنيه. الاملاح المعدنيه كاين بزاف ديال الاملاح المعدنيه، الناس كيعرفوا الحديد كيعرفوا الحديد، الزنك، البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم. خايبين انا سبقتك الصوديوم، ولكن الصوديوم باش نبقاو في الاملاح المعدنيه، الصوديوم موجود في كل شيء، ايفيتيو ليه ايفيتيوه لحقاش موجود في كاع التغذيه. نعم، موجود في كاع اللي خلق الله سبحانه وتعالى. ما تاجوتيش الملح بزاف، الملح عندك الريسك ديال ليبرتونسيون، عندك الريسك ديال لي مالادي كارديوفاسكولار. وانا كنت صباح مع السي العالمي جراح كبير في هذا الشيء، وكنا كنهضروا في الموضوع، وكنهضروا على جراحه القلب، لوبيزيتي والملح من الاسباب اللي كيجيو ليبرتونسيون، وليبرتونسيون كتاثر لك على القلب ديالك. الضغط كيعود على القلب ديالك وكيضعف لك. هذا اونتر بارونتيز. قلنا الاملاح المعدنيه، قلنا الحديد، اليود، الزنك، الفليور، ولكن التركيز ديالهم راه ماشي كثير، حيت الخطير في التركيز ديال هذه الاملاح المعدنيه، الا كثر كيعود مضاد. سي لو سوكري لي دون لو دوزاج، لو دوزاج ما يكونش كثير. بحالاش كناخذ بحال دابا الجوز، القرقاع، اللوز، كلشي حتى هو فيه املاح معدنيه. نعم، ولكن املاح معدنيه طبيعيه، يعني الجسم كيستافد من ياخذ الحاجيات ديالو وكيتخلص من داكشي الاخر. الا خديتو عباره على جيلول كاينه كومبريمي وحبات مغلفات، الجسم ما كيعرفش يتعامل مع هذيك، لان ما فيهاش الاملاح المعدنيه كامله، كيدخل للذات ديالك كيعود الجسم ما كيعرفش يستقبلها. نعم، يعني المشكل عندي في الامتصاص، ما عنديش في لو مونك. اما في كاع اللي خلق الله، نحك النبات منين كينبت؟ النبات ولا البطاطا ولا خيزو ولا كلشي فين كينبت؟ في الارض. نعم، الارض عباره عن معادن، يعني كيمتص المعادن اللي فيه، الماء اللي كيتسقى به فيه معادن، وكثر هي اللي كان الماء ديال الشتاء غني بالمعادن، يعني كيتسقى هذيك الخضره كتاكل فيها كاع المعادن ديالك يعني. ولكن اللي مشيت كناخذو كوم كومبريمي، هذه فيت اتونسيون، اللي ما كانش الطبيب كيتبعك ايفيتيو ديرو لوطو ميديكاسيون. نعم، سيغتو لي سيل مينيرو. لحقاش الحديد مهم، مهم للبناء، ولكن فوق الدوزاج ديالو كيدير لك لو كونسير، وكيبدا لك قبل ما توصل ليطاب الكونسير كيبدا لك بالاكسده، كتعود داك الاكسده في الذات، لان الحديد كنقولوا الحديد في المغربي كيصدي. نعم، كذلك في الذات ديالك الا كان كثير كيبدا يصدي وكيدير لك الاكسده في لوكور، ومن بعد كيدوز لك ليطاب ديال لو كونسير. لكن الحديد بكثره، يعني الحديد راه كتاخذه في جميع ما خلق الله، جميع النباتات، الخضر، كلشي فيها، يعني الاملاح المعدنيه كاينه في كلشي. طريقه الطهي هي اللي كتحيد لنا الاملاح المعدنيه، وطريقه المدخل، الاكل. انتي خاصك تنضغ بشويه، ما تكونش ستريسي باش داتك تستافد منه. السؤال عندك حميده شي سؤال بان لي؟ لا، ماشي سؤال وانما غير تدخل. يعني سبحان الله، كلشي عندنا في التغذيه ديالنا خصنا غير ناخذوها بالطريقه الصحيحه وبالاعتدال، وهذا هو الموضوع ديالنا. يعني اليوم بزاف ديال الرياضيين كيوقعوا في هذه المشاكل، في هذه الاخطاء هادو، ما كيمشيو يعوضوها بهذ لي جيلول هادو، وفي هذه الحاله هنا فين كيعرضوا حياتهم للخطر. وهنا راني جاوبتك، اللي كياخذوكم جيلول داتك ما كتعرفش تستقبل داكشي، لان داتك طبيعيه، داتك سي با اون ماشين اللي غتمشي تحلل داك الكومبريمي وغتقسمو. هذا الكومبريمي كما كنقول ديما سي ان بروسيس اندستريال، ان بروسيس اندستريال اللي داتك ما كتعرفش تتعامل معاه. الا كنتي مريض وما كتمتصش كلشي، غنقول لك الله يكون في عونك، كلشي الطبيب ديالك غيتبع معاك وغيقول لك شنو تاكل. وغالب الاحيان اللي جيتي عند النيوتريسيونيست ولا جيتي عندي انا كاع قلتي شنو ناكل، غنقول لك ها تمشي تاكل، ها شنو غتستافد، ها شنو غتاخذ، وها الدوزاج، وها طريقه الاكل. ماشي غنعطيك الدوزاج، لا كونتيتي ولا النومبغ دو كالوري، هادشي ولا عليه الظهر، ما بقاش
النومبر كالوري كلشي لان ما كنعرفش لا فيزيولوجيا ديالك، ما كنعرفش كيفاش كتاكل، ما كنعرفكش انت كيفاش الهرمونات ديالك دايرين، ما كنعرفش واش كتستريسي ولا لا، وقتاش كتاكلي وقتاش كتنعسي. يعني كنقول لك هل اللي فيهم حاولي تاكلي بشويه تمضغي تهضمي ما تكونيش ستريسي، وهنا داتك بدا تمتص داكشي اللي كتاكلي. مي تاخدي دي كومبريمي دو جيلول، كون كانوا لي كومبريمي كيعاودوا الماكله كلشي نحيدوا الماكله وتقطعي بالها لا لا، نعطيك واحد 4 الكينات في النهار، نقول لك الحاجيات ديالك من فيتامين سي، الحاجيات ديالك من الاملاح كلشي، وغتشوفي انك في واحد 15 يوم غطيح مغتموتي لان ما غتمتصيش. انا سي طارق المليح، موضوعنا اليوم بغينا نرجعوا شويه للرياضيين، الناس لي سبورتيف اللي كل نهار كيدير رياضه مثلا، ولا نهار اه نهار لا. وكنعرفوا اليوم ان الناس وعات بالاهميه ديال الرياضه، الحمد لله الحمد لله. كنشوفوا صالات رياضه عامرين، كنمشيو للبحر كنلقاو الناس كدير الرياضه الحمد لله. اليوم نبغيو نعطيو لهاد الناس نصائح قبل ما يدير الحصه الرياضيه ديالو، مثلا شنو هما الاملاح المعدنيه اللي خص يكونوا في لو كور ديالو، ومن يسالي ايضا شنو هما الاملاح المعدنيه اللي خصها تكون في لو كور ديالو، حيت كيف ما كنعرفوا الانسان من مور الحصه الرياضيه كيكون حرق بزاف ديال الدهون في الجسم ديالو، كيكون ايضا فقد مع العرق بيان سور مجموعه من الاملاح المعدنيه اللي كيحتوي عليها الجسم ديالو كامل. هنا كيفاش نرجع من مور الحصه الرياضيه هذه الاملاح اللي كيحتاجها الجسم 24 ساعه؟ سؤالك ذو شقين، قبل نعم. ومن بعد نعم. قبل قبل سا ديبون لوبجيكتيف، الا كان بغى يقص الوزن ما بغاش ما ندخلوش معاه في قبل، يكون التغذيه متوازنه. التغذيه متوازنه واحد الخطا كيديروا بزاف الرياضيين وكنلاحظوا في الصالات ديال الرياضيه، كيمشيو يشربوا داك لي بروتيين لاواي، كيقول لها بروتيين البيضاء لاواي، يعني كيخلطها وكيشربها مع الدم. دير لك اولدي في لونطريمون باش نكونوا واضحين، غتزيد لك على الاكسده في داسك ديك الساعه، شربها من بعد بوندون لا سيونس. نقدر ناخذ السكريات، ناخذ املاح معدنيه، ناخذ على الماء. الماء يكون ما دو كاليتي، ما نقولش لا مارك وكل شيء، يكون ما دو كاليتي. حتى الماء ديال اللي في الصنبور اللي في القادوس راه هو فيه الاملاح المعدنيه، راه حتى هو غني بالاملاح المعدنيه، ولكن الا كان ما في بوطي نقيه وكل شيء كيكون فيه املاح كثرة. نقدر ناخذ الماء، كانت عندي الطاقه طايحه وكل شيء ناخذ ان بانان قبل، لان فيها البوتنسيوم، فيها المغنيزيوم، فيها شنو نسبه قليله من البروتينات وغتساعدك، وفيها الكربوهيدرات لان البنان فيه. لكن عندك السكري حذاري من البنان، بعد هذه معلومه حذاري من البنان لان البنان غيطلع لك السكر. نقدر ناخذ نص بنان، هذه كانت عندك الطاقه هابطه ها انت قبل بوندون، نقدر ناخذ على الماء بوحدو. الا كانت عندي ليكزرسيس فيه جوج سوايع ولا كذا، نقدر ناخذ الماء. انا كنمشي ديما الامور طبيعيه، نقول له يزيد فيه شويه العسل. العسل سي ان اونتي اوكسيدون غني بالاملاح المعدنيه وغني بالسكريات، يعني باش يعاونوا هو العسل. من بعد الحصه الرياضيه، من بعد الحصه الرياضيه اول حاجه خضر وفواكه، دي زونتي اوكسيدون، وي فون طامبوني لاسيديتي، غي يابسوربيو ديك لاسيديتي اللي عنده في لو كور، ويقدر يزيد عليهم بروتينات، واحد جوج بيضات بلديين، غياخذ فيهم الزنك، غياخذ فيهم الفوسفور، غياخذ فيهم لو فيغ، غياخذ فيهم الكوليسترول النافع، غياخذ فيهم البروتينات. ها هو انا جاوبتك على قبل جوج بيضات بلديات، ولا اللحم دو كاليتي، يعني اللحم يكون مزيان، ولكن اللحم الهضم ديالو هو اللي مشكل، يعني غيعيي من بعد الحصه اللهم ياخذ جوج بيضات غيتهضموا ليه في ساعه. نعم نبقاو في هذا جوج بيضات سمحي لي، ويقدر ياخذ المغاش، ياخذ كيعاف البيض ولا كذا، يقدر ياخذ اللوز. اللوز هو فيه البروتينات، فيه الاملاح المعدنيه، كميشه ديال اللوز، كميشه ديال الكركاع، شويه الزبيب باش يعوض الاملاح المعدنيه اللي في ذاته. هادشي كافيه. تمرات الا سمحتي لي حميده، في هذا في هذا لو سونس نيس دائما كنشوفوا الناس ديال التنس كياخذوا اللوز وكياخذ البنان في وسط من الحصه ديال سواء التدريبات ديالو سواء المقابله اللي كيكون لعب. هنا واش باش يطلع هذاك المستوى مثلا ديال الدهون المفيده للجسم ديالو؟ انت مشيتي لواحد الموضوع سبيسيفيك ومزيان ملي جبتي هذا الموضوع. كيمشي التنس لا بارتيكولاريتي ديال لو تنس سي ان ماتش كي تري تري لون. اول حاجه قبل ما يدخل لاندورونس تري بيان، يعني قبل ما يدخل كيدير واحد التسخينات. قبل ما كيدخل دابا الناس ما كيشوفوش، مي في لا لوج انا حضرت في لا لوج راه ساعه الا ربع ديال التسخينات. ساعه الا ربع هو كيجري فوق الطابي وكيدير هنا، وعاد كيدخل كيبداو يلعبوا هو وداك الخصم ديالو كيلعبوا بالراكيطات، عاد كيبدا الماتش. تصور واحد الساعه هو كيتريني، هو عاد تسخينات، وعاد كيجي كيلعب ماتش على الاقل في ساعه ونص جوج سوايع. كاين ماتشات اللي وصلوا خمسه، كاين اللي وصلوا سته، يعني في ديك المده كامله خص نسبه الطاقه تبقى طالعه. داك الشيء كياخذ البنان، لان البنان فيه المنغنيز، فيه البوتاسيوم، فيه الكربوهيدرات، يعني غذاء. غنضحكوا شويه، غداء ملي كياكلوا القروضه كيبقاو ينقزوا، علاش؟ لان غادي انت غتاكل غتبدا تنقز، ماشي بحال القروضه كيف التيران. يعني غني بداك الشيء اللي غينفعوا في ديك المده ديال ذاك الماتش الطويل.
وبويسك ان التنس كيلعب وكيوقف يعني عنده الوقت فين يهضم وكلشي. دابا لي ماراطونيين حتى هما كياخذوا البنان ولكن كياخذوا الطريفات الصغار وكلشي باش باش يعاونوا ولكن خصو يهضموا مزيان. نبقاو في هذه الرياضات وانتم كتكلموا ذكرتوا ان التنس وهذا هو اللي كان كنت بغيت ناخذ التوضيح ديالك عليه. خرج انت من التنس قولي الهوند يلا ندوزي الهوند. لا غادي نمشي معاك الكره القدم لان وانت كتكلم قلتي بان الوقت طويل. كنشوفوا حتى اللاعبين كره القدم حتى هو الماتش يعني كيكون واحد المده طويله وممكن حتى الاشواط الاضافيه. شنو هما الاحتياجات ديال الجسم ديال هذاك لاعب كره القدم وباش يقدر يعوضوا في هذيك اللحظه هذه حيت كنشوفوهم يعني حتى هما كيبذلوا واحد المجهود بدني كبير. مزيان سؤالك شيق. اول حاجه يشرب الماء. يشرب الماء لان كيلعب 45 في 45 وربع يشرب الماء دي بتيت غورجي. هذه اول حاجه. دابا مخرجين واحد لي بواسون كيتسمى بواسون ايزوتونيك. راه غنبقاو ديما في الاملاح المعدنيه واخا كنهضر لك على الفوت ولا بواسون ايزوتونيك. هما داك المشروبات اللي كتبان لك واحد القراعي ملونين بالزراق بالاحمر وكلشي. هذوك ايزوتونيك سيتادير النسبه كنحاول نشرحها من الفرنسي للعربيه باش نلقى لك الكلمه وجدي. النسبه التكوين ديال لك الماء هذاك هو نفس التكوين ديال الدم باش ملي تشربو يدوز لك في الدم في ساعه في الاملاح المعدنيه وفي السكريات. ببساطه قراعي الماء فيها واحد ملون باش عطيك داك الزرق ولا الاحمر. دين فيها املاح اللي طبيعيه ماشي الملح ديال المائده. الملح ديال البحر كاين الملح ديال المائده اللي فيه اليود وكلشي وهذاك الملح ديال الماء وكاين الملح ديال البحر اللي تري كونسونطري هذاك فيه الاملاح والثمن ديالو غالي. ماشي الملح اللي كنديرو في الدار. كاين واحد الملح كيتشرى ملح ديال البحر كتمشي سال دو مير سابيل سال دو مير. هذاك دين فيه سال دو مير. دين فيه سكريات اللي مناسبين ديك القنينه ديال الماء اللي فيها 50 ولا كذا اللي كتنسجم مع الملح ومع الماء. والايونات معادلين داك الماء باش ملي تشربوا كيناسب ليك ذاتك باش يعطيك الطاقه سيغ لو شون. دابا في التنس انا ما بغيتش قبيله قلتي البنان. دابا في التنس عادوا كيحطوا كنشوفوا رافائيل نادال نقدروا نذكروا كيحطوا واحد القراعي قدامه وكلشي. هذوك القراعي مناسبين سي دي بواسون ايزوتونيك من غير البنان مناسبين نسبه الدم ديالو بحال بحال الدم ديالو. داكشي علاش كنقول لكم راه احتراف راه حاجه اخرى. يعني نسبه الدم ديالو مع القرعه ديال الماء اللي كيشرب باش ديك الساعه يشرب يعوض الطاقه تبقى الطاقه كلشي كيبقى ليه حاجه وحده هو المونطال خصو يكون يبقى الفوق. سي طارق علاش انا ذكرت كره القدم لان كنعرفوا بعض الشباب يعني فاش كنهضروا على فريق كبير كنعرفوا راه كاين واحد الفريق حتى هو من موراه ديال التغذيه وديال الرياضه واللي كيتابعوا وكيتابع هذه المسائل. حنا كنتكلموا اليوم على بعض الرياضات اللي حتى هي كتحتاج الطاقه. كنعرفوا بعض الشباب دائما مره في الاسبوع ولا جوج مرات في الاسبوع كيمارسوا هذا الرياضه المفضله ديالهم كيمشيو هما وصحابهم وكيلعبوا هذا الماتش اللي كيدوم ساعات. اليوم نبغيو نعرفوا كيفاش شي مسائل اللي هي طبيعيه اللي ما يمكنش يتوفر عليها بحال هذه القنينات اللي قلتي اللي يقدر يعوض هذوك الاملاح فعلا وهما يعني باقيين شباب. بغيت نعرف شي حوايج اللي هما طبيعيين اللي ممكن يستافدوا منهم هاد الرياضيين الصغار. اول حاجه الرياضي الصغير وكلشي نعطيه نعطيه البنان وكلشي ولا قبل اليوم اللي قبل نعطيه السباكيتي الكربوهيدرات سباكيتي ال دنتي. ما تكونش طايبه بزاف. سباكيتي اللي كانت طايبه بزاف كتعود كامله السكريات ما كتبقاش السكريات بطيئه كتعود السكريات سريعه يعني غات تشوف فيغ لونغريسمون غتنفخي غتغلدي كلشي. عطيه سباكيتي ال دنتي بالزيت البلديه فيها اونتي اوكسيدون عطيه مع شويه الزعتر. هذا في العشاء اليوم اللي قبل نلعب ماتش. انا عطيتك دابا عطيتك الطاقه السكريات ونعطيتها البروتينات باش يبني العضلات ديالو. اليوم ديال الماتش عنده الماتش غيمشي يلعب ماتش ياكل واحد سبعه تمرات فيهم كاع لي سيل مينيرو اللي غيحتاجهم الجسم. سبعه تمرات تقدر توقف بهم النهار كامل فيهم كاع لي سيل مينيرو بشرط انك تندغهم مزيان باش الانزيمات يحلوهم باش ذاتك تستافد. متفقين؟ نعطي واحد سبعه تمرات نعطي واحد البنانه يندخل تاي مزيان باش تعطيه الكربوهيدرات السكريات. حيت التمر سكر سريع السكر فيه غيمتص. البنان غياخذ وقت فيه البوتاسيوم فيه المنغنيز فيه شويه البروتينات فيه كربوهيدرات. انا عطيت واحد البنانه ونعطي واحد البنان يديه معاه. الا كان الماتش في الحال سخون بشرط يكون الحال سخون لان غياكل الاعتراق العرق قلت لك الاعتراق العرق والاجتفاف. نعطيه قرعه الماء ندير فيها شويه الملحه وشويه ديال العسل اللي كان ما كانش العسل نقدر ناجوتي شويه السكر ويشربها ولكن خصو يكون مولفها كيشربها باش ما تجيش باش ما يردهاش وكلشي. انا عطيتك الاملاح المعدنيه عطيتك البروتينات عطيتك الحصه كامله. من بعد ملي يجي وجدي لي واحد الكميشه ديال اللوز واحد الكميشه ديال الكركاع وكميشه ديال الزبيب واحد جوج بيضات بلديات اسوزين بالزيت البلديه وشويه الخبز وغيكون اون فورم. شكرا والراحه والصحه والراحه بالصحه والراحه. شكرا بزاف سي طارق المليح على دائما النصائح اللي كتعطينا باش نتهلاو في الصحه ديالنا وفي الجسم ديالنا. شكرا لك بزاف.